أشادت السيدة سابين توفمين سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، أشادت بالتجربة البرلمانية البحرينية وما حققته من إنجازات متميزة وخطوات متقدمة على مستوى المنطقة. لقد كان الاجتماع الذي عقدناه هنا بمجلس النواب مثمرا جدا، حيث ناقشنا سبل تعزيز التعاون المشترك، وكان رئيس البرلمان الألماني قد قام بدعوة أعضاء البرلمان البحريني لزيارة ألمانيا، وتم خلال الزيارة عقد العديد من الاجتماعات الهامة للجان المختلفة في البرلمان. وخلال الزيارة الثانية للجنة البرلمان البحريني التشريعية تم مواصلة ما تم نقاشه في الزيارة السابقة من بحث سبل التعاون وإمكانية عقد ندوات مشتركة بين عدة مؤسسات قانونية في البلدين. تكمن أهمية هذه التعاون يعني إيجاد نوع من الثقافة التشريعية لأصحاب السعادة النواب من خلال عمل ورش عمل لعمل مثلا صياغة القوانين وصياغة التشريعات، وأيضا عمل يعني ندوات في دور في نفس هذا المجال.